بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا هنبدأ سفر أشعياء النبي. أنا ترددت أن أنا أبتدي سفر أشعياء كذا سنة لأنه هياخد كذا سنة. يعني ربنا يدينا ويديكم العمر ونكمله على الأرض. سفر أشعياء يعتبر أطول سفر في الكتاب أو في العهدين بعد المزامير. وسفر أشعياء سفر عميق، في آيات ممكن تاخد مننا وقت في الشرح، وسفر مليان أسرار، لأنه كلكم حافظين كلمة أن أشعياء هو النبي الإنجيلي. يعني البعض بيعتبره من ضمن الأنبياء، والبعض شايفه ضمن الإنجيليين، يعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأشعياء، على اعتبار اللي كتبوا عن المسيح وحياته وألامه وقيامته لا يقل دقة ووضوح عن اللي كتبوه متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فكأنه يعني قريب للأناجيل الأربعة من كتر ما هو كان ربنا فتح عينيه على أسرار المجيء، مجيء المسيح وخلاصه. كالمعتاد نبدأ بمقدمة تقول لنا مين أشعياء وإمتى وإيه موضوع النبوة، عشان بعد كده لما نغوص في أشعياء يعني هناخد وقت مع كل إصحاح. أولا كلمة أشعياء معناها يهوى يخلص. ياه اللي في آخر الاسم دي أشعياء، ياه هي مختصر يهوى، فأشع اللي جت منها هوشع أو هوشعنا أو خلصنا، يعني يخلص أو خلاص. فهشعياء أو أشعياء معناها الله يخلص. إذا موضوع النبوة مرتبط باسم الكاتب، كأن اسمه بيعبر عن رسالته، هو هيركز في كل صفحاته على خلاص الله. وإحنا فاهمين أن المسيح له المجد أتى ليخلصنا، فده الموضوع الأساسي اللي هنقابله في سفر أشعياء. أشعياء سبق المسيح له المجد بحوالي 750 سنة، يعني في القرن الثامن قبل الميلاد. تعرفين القرن لما نقول الثامن يبقى ما بين 800 و700، لما نقول السابع يبقى ما بين 700 و600، يعني احنا بنقرب قبل الميلاد، يعني عمالين نقرب للميلاد. فالقرن الأول بعد الميلاد من صفر المية، وقبل الميلاد من 100 لزيرو. فأشعياء تنبأ في القرن الثامن قبل الميلاد، يعني مسافة كبيرة قوي بينه وبين المسيح. 750 سنة ده يعني أجيال بتعيش وتموت يعني. ومع هذا يتسم سفر أشعياء بالدقة، ولغته قريبة إلى روح جدا العهد الجديد وأخبار العهد الجديد. أشعياء تنبأ أساسا على مملكة يهوذا. ليه بنقول مملكة يهوذا؟ اللي يتتبع تاريخ اليهود يلاقي أن في مرحلة اسمها مملكة يهوذا غير مملكة إسرائيل. بمعنى احنا عارفين أن في الأول ما كانش في حاجة اسمها مملكة، يعني لما آدم جه اتخلق، وبعدها بشوية نوح، بعدها بشوية أبونا إبراهيم، ربنا اختار إبراهيم يجيب منه شعب، جه إسحاق وجه يعقوب وجم الأزباط ونزلوا مصر، وجه موسى وطلع الشعب من مصر، وبعدين مشوا في سينا 40 سنة، سكنهم يشوع زي ما درسنا في كنعان. وبعدين جت فترة اسمها فترة القضاء أو القادة. القضاء ما كانوش ملوك، لكن كانوا يقضوا للشعب، ولما يبقى الشعب مستعبد لشعب وثني يصلوا ربنا يديهم نعمة وقوة فينتصروا على الوثنيين ويرجعوا العبادة، وبعدين يموت القاضي من دول يرجع الشعب يزوخ تاني وهكذا.
القضاة ده شفنا فيهم جدعون ودبورة ويفتاح وشمشون، وانتهوا بصمويل النبي. جه صمويل النبي في زمنه الشعب طلب ملك لأول مرة، قالوا احنا مش عاوزين نبقى شعب، احنا عاوزين نبقى مملكة زي غيرنا. الطلب طبعا ضد إرادة الله، لأنه كان اسمه شعب الله، فيبقى ربنا هو الملك. لما يطلبوا مملكة وملك يبقى هم عاوزين يقلدوا بقية الشعوب، وكأنهم بيقولوا اللي قالوه أولادهم وقت المسيح، ليس لنا ملك إيه إلا قيصر، احنا عاوزين ملك الدنيا مش عاوزين ملك ربنا. ده صمويل جاب لهم شاول، أو ربنا اختار شاول، وشاول انحرف فجاب داود الملك. داود ساعتها كان مالك المملكة كلها، وكانت مملكته متسعة جدا، وكانت مستقر على آخر أيامه، كانت قوية ومستقرة جدا بسبب تقواه وعبادته، وأسس نظام التسبيح ودعم فكرة العبادة المنتظمة في الهيكل قبل ما يكون فيه هيكل. جه سليمان ابن داود استلم مملكة قوية، أضاف إلى قوتها، لأن سليمان كان حكيم جدا. بعدين على آخر أيام سليمان زاغ وبدأ يعاشر وثنيات، وكادت المملكة تفرط منه، ولولا أنه تاب على آخر أيامه يمكن سليمان كان ممكن يهلك. لكن بعد سليمان وبسبب الزواغان اللي زاغوا والوثنية اللي ابتدت تدخل تاني، انقسمت المملكة بعد سليمان، فأصبح عندنا مملكة اسمها مملكة يهوذا في الجنوب تشمل سبطين، سبط يهوذا ومعاه بنيامين لأنه كان سبط صغير، دي اللي اسمها اليهودية، دي اللي فيها أورشليم عاصمة، ودي اللي يأتي ذكرها كتير في الأناجيل، يقول مثلا صعد إلى اليهودية وتحرك في اليهودية. ومملكة الشمال دي عاصمتها السامرة، دول 10 أسباط، واسمها مملكة إسرائيل. عشان كده هتلاقوا في النبوات ساعات يقولوا إسرائيل غير يهوذا، ما تتلخبطوش، هنا إسرائيل يقصد بيها 10 أسباط، ويهوذا يقصد بيها يهوذا وبنيامين. يهوذا لأن فيها اتبنى الهيكل في وقت سليمان، ففيها مكان العبادة، ولأن أولاد داود هم اللي كملوا كملوك ليهوذا احتفظت بالتقوى شوي. مملكة يهوذا فضل يجي عليها ملوك بيخافوا ربنا، بس مش كلهم. أما مملكة إسرائيل لأنها بعدت عن أورشليم وعن العبادة، كل الملوك اللي جم من بعد سليمان من أول يربعام اللي انقسم لغاية ما نسمع عن هيرودس الملك، كل دول ملوك أشرار بدون استثناء. دول ياخدوا حوالي 900 سنة في التاريخ كده من بعد سليمان لغاية مجيء المسيح، يبقى مملكة إسرائيل دي مملكة فاسدة. الملوك دول لما كانوا يجوا كنا بنتقابل في سفر الملوك مع ملكين في نفس الوقت، في الوقت اللي فيه ملك اسمه ملك إسرائيل، في ملك تاني اسمه ملك يهوذا. أحيانا كانوا يتصاحبوا، وعادة كانوا يختلفوا، يعني ساعات يبقوا الملكين قريبين لبعض، لكن كثيرا ما كانوا مختلفين مع بعض. فكان في حروب داخلية كمان بين مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، وكل ده نتيجة البعد عن ربنا، لأن مملكة تنقسم على ذاتها إيه؟ تخرج. ظل الله يعتبر هذا الشعب كله شعبه إلى أن أتى المسيح من هذا الشعب، من سبط يهوذا. عشان كده اتولد في بيت لحم جنب أورشليم، بيت لحم اليهودية اسمها كده، بيت لحم اليهودية يعني تابعة لليهودية، فهو ولد تابع لمملكة اليهودية أو مملكة يهوذا. لكن لما جه المسيح له المجد ابتدى يشاور على اللخبطة اللي عايشين فيها اليهود والفساد اللي دخل الفكر اليهودي. والآخر أيام ربنا يسوع له المجد كان لسه بيسمي الهيكل بيتي، فيقول بيتي بيت صلاة يدعى، أنتم جعلتموه مغارة لصوص. لكن على آخر الوقت خالص وقبل صليبه قال هو ذا بيتكم يترك لكم خراب.
وبكى على أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت؟ أي كم مرة دي تعود إلى الرحلة اللي احنا بندرسها دي، يعني من قبل من أول داود تيجي إلي ويجي أليشع ويجي أشعيا ويجي هوشع ويجي يؤيل وعموس وعبيد، كل دول عدوا عشان يقولوا للناس توبوا وما تبوش. بالعكس كانوا يقتلوا الأنبياء عادة ويرجموا المرسلين، هو زبيتكم يترك لكم خراب. عشان كده كانت النبوة تقول سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي، وفي أشعياء هنسمع النبوة تقول طول النهار، طول النهار يعني طول التاريخ، بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، يعني الشعب اليهودي ده عنيد. وفي أشعياء بالذات من أكثر الأنبياء اللي تنبأوا على رفض الله لليهود، أشعياء بالذات من أكثر الأنبياء اللي أشاروا إن الله لن يقبل اليهود بعد، طالما مصرين على فسادهم وعلى عدم إيمانهم. مثلا أشعياء هو اللي قال لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. أشعياء صاحب النبوة دي. إذن أشعياء يتنبأ أساسا في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، ومن أول آية هنلاقي أن أشعياء عاصر حوالي 5 ملوك، إذن عاش فترة طويلة كنبي يقوم بعمل النبوة، وملك ورا ملك يجوا ويموتوا، إلى أن أتى واحد اسمه منسى الملك، كان ملك شرير قتل أشعياء في الآخر. في التاريخ اليهودي والمسيحي أشعياء قتل منشور بالسيف، منشور. عشان كده القديس بولس لما ذكر أنبياء العهد القديم قال ضمنيا أن بعضهم نشروا، بعضهم رجموا، بعضهم ماتوا بالسيف، جملة كده. فعبرانيين 11 كان بيذكر كل اللي تعرض ليه رجال الله في العهد القديم، فقال على بعضهم نشروا، ويقصد بها أشعياء. يعني إيه نبي في العهد القديم؟ ما إيه رسالة النبي؟ كلمة نبي يعني يتنبأ، ويتنبأ يعني إيه؟ يعني يخبر برسالة جاية من السماء من عند ربنا. طب إيه الرسالة اللي يحملوها أنبياء شعب إسرائيل أو أنبياء العهد القديم؟ هي رسالة تتلخص في كلمة واحدة، توبوا. كل الأنبياء بدون استثناء شغلتهم الأساسية يقولوا للناس توبوا. وتلاحظوا أنه لما جه يوحنا المعمدان وقال عنه المسيح أعظم من نبي، كانت رسالته برضو إيه؟ توبوا، لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. إذن 66 إصحاح بتوع أشعياء دول يتلخصوا كلهم في كلمة واحدة، توب. فكل إصحاح هنقرأ هنسمع رسالة توب، كل إصحاح، ويمكن كل آية هنلاقي فيها معنى من معاني التوبة. يعني إيه توبة؟ يعني رجوع لله. الشعب في الوقت ده زاغ، زي ما قال الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا، وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فأشعياء ظهر في وقت كان أغلب اليهود بدأوا يعبدوا أوثان، واسمهم لسه يهود، وعندهم الهيكل وعندهم كهنة وعندهم كتبة وعندهم شريعة وعندهم كل حاجة، لكن قلبهم مش مع ربنا. وحتى لما أتى المسيح له كل المجد اللي تنبأ عنه أشعياء، كان فكر اليهود أقرب كثيرا للوثنية منه لليهودية. يعني هم محتفظين بالشكل، السبت، الاغتسالات، الذبائح، لكن يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني، باطلا يعبدونني، يعني بيعبدوني عبادة باطلة شكلا، لكن قلبه مش معايا، قلبهم في الدنيا والفلوس والأصنام. في الوقت اللي ظهر فيه أشعياء كان في أنبياء أخرى بيظهروا، لأني عاوز أراجع معاكم ملخص الأنبياء كله في الأول.
احنا لغاية داود النبي، داود يعامل معاملة الملك والنبي، لأن داود كان ملك وأيضا ككاتب للمزامير يعامل معاملة النبي. جه سليمان نفس المعاملة، يعامل كملك ويعامل كنبي لأنه كتب سفر الحكمة، سفر نشيد الأنشاد، سفر الجامعة، سفر الأمثال. بعد سليمان قلنا جه رحبعام، ده حفيد داود، ده ما كانش كويس، وصاده يربعام ده عبد الأوثان. في الوقت ده ابتدوا يظهروا أنبياء مبعوثين من ربنا عشان يرجعوا الناس بسرعة لسكة داود، كانوا يسموها طريق داود أو قلب داود، لأن داود أحب الله فعلا، فورى المنظر المظبوط اللي كان ربنا قصده. ربنا عاوز كل الناس يحبه، الموضوع مش منظر وخلاص، داود كان بيحب ربنا بجد. فجاء إليه النبي، إليه ما كتبش كتب، لكن من مثلا 900 سنة قبل المسيح كان إليه ظهر. إليه وقف قدام ملك شرير اسمه أخاب في ملك إسرائيل. جه بعد إليه إليشع النبي تلميذه، برضه ما كتبش كتب، لكن فضل يوبخ الملوك على عندهم، وكان بعضهم يتوب على أيديهم. من بعد إليشع النبي ظهرت الأنبياء اللي بيكتبوا كتب بقى، ودول 17 واحد، منهم أربعة بنعملهم أو بنسميهم في التفسير بس أنبياء كبار، مش لأنهم كبار في السن، هم كلهم عاشوا في قرابة 100 سنة. أغلب الأنبياء ما بين 70 سنة زي داود لغاية 100 سنة مثلا، يعني العمر كان متقارب في الرينج ده، لكن بنسميهم كبار على اعتبار أن النبوة كبيرة، أشعياء نبوة كبيرة، وما كانش زمان تتقسم إصحاحات، فكانت تبان ككتاب، كتاب كبير لوحده، غير مثلا يونان تلاقيه كتاب صغير، غير مثلا ملاخي يبقى كتاب صغير، وعبيديا صح واحد، لكن أرمية، أشعية، دانيال بالتتمة بتاعته، حزقيال، دول أنبياء كبار، كبار في حجم النبوة. أشعية لما كان بيتنبأ في يهوذا كان في نفس الوقت ظهر أنبياء أخر زي هوشع وعاموس بيتنبأوا في إسرائيل، ما احنا قلنا في مملكتين، فربنا ما بيسيبش نفسه بلا شاهد، فبعت واحد مثلا ليهوذا في الوقت اللي بعت واحد تاني في إسرائيل، عمالين يقولوا نفس الكلام، يا ناس توبوا. لأننا بنقول أشعياء تنبأ تقريبا بداية من 750 قبل الميلاد على 720 قبل الميلاد، يعني بعد حوالي 25-30 سنة من نبوة أشعياء، حصل حاجة في التاريخ مهمة أوي. ربنا لكي يؤدب شعبه تأديب شديد سمح أن مملكة اسمها مملكة أشور اللي عاصمتها نينوى حاليا العراق تبقى مملكة قوية جدا، تأتي وتحتل أرض إسرائيل كلها ما عدا يهوذا. بمعنى إيه؟ جايين يستعبدوا العالم، يحرقوا في وشهم أي حد، أي بلاد. قدروا على 10 أصباط بتوع إسرائيل، فال10 أصباط مملكة إسرائيل عدت عليها أيام وحشة أوي، عشرات ومئات الآلاف ماتوا، وكتير منهم سبوا، وبقت مملكة مهزومة. جم يدخلوا على يهوذا، كان أشعياء عايش، وكان في الوقت ده ملك يهوذا ملك بار اسمه حزقية، وده هنسمع الحكاية بس قدامنا مثلا كذا شهر عشان نوصل له. حزقية الملك كان ملك بيرجع لأشعياء في كل حاجة زي أب اعترافه مع أنه ملك، فبقى يصلي ويصرخ لربنا، أنا رب مش قد أشور، دول أشور غلبوا 10 أصباط، طب أنا صبت ونص، وغلبوا قبل مني سوريا، وغلبوا كل البلاد القوية، هقف قدامهم إزاي وأنا مملكة قد كده، مملكة يهوذا؟ يا رب يا رب يا رب، قاعد يصرخ لربنا لأنه رجل صلاة. أما أشعياء قال له ربنا بيقول لك ما تخافش، لو واحد من الملوك اللي قبلك كان لجأ لي ما كانش حصل له كده، طالما أنت لجأت لي خلاص ما تخافش. وبسبب صلاة أشعياء حصل معجزة عجيبة جدا، أن 185,000 من جيش أشور يموتوا موتة غريبة، يجي ملاك كده في يوم واحد يموت 185,000 في جيش سنحاريب،
فكان انهيار شديد في أشور أو في مملكة أشور وفي جيش سنحريب بسبب مملكة يهوذا الصغير، بسبب شفاعة أشعياء النبي وبسبب صلوات حزقيا الملك. لما انهارت مملكة إسرائيل، أشعياء بقى ابتدى يقول لمملكة يهوذا فوقوا لأن عليكم الدور. شفتوا حصل إيه في إخواتكم في إسرائيل؟ عشان ما تبوش، وربنا فضل يقول لهم الحقوا توبوا، الحقوا توبوا، أهجت الأيام الصعبة، أنتوا كمان لو ما تبتوش هيحصل لكم كده. إذن أشعياء يتنبأ قبل سبي أشور وبعد سبي أشور. قبل سبي أشور بيقول في أيام صعبة جاية، بس كان يقصد بيها مملكة إسرائيل. بعد سبي أشور بيقول ربنا هينتقم من الأشوريين اللي زلوا العالم، لكن كمان هيأدب شعبه لو ما تبش. فابتدى ينبه حتى مملكة يهوذا، لو انتوا كمان ما خدتوهاش جد هيحصل لكم نفس التأديب. أشعياء ما حضرش بقى تأديب يهوذا. بعد أشعياء مثلا بحوالي 100 سنة جاء تأديب يهوذا، لأن هم ما سمعوش لأشعياء، بس على يد مملكة أخرى اسمها مملكة بابل. فجت حاجة اسمها سبي بابل. يبقى سبي أشور يسبق سبي بابل حوالي مثلا 1.5 قرن. سبي أشور ده حضره أشعياء لأنه في القرن الثامن، سبي بابل ده نهاية القرن السابع أو أول القرن السادس، يعني بعدها بفترة مش قليل. كل دي كانت صرخات أشعياء، يا ناس توبوا، لأن لو ما توبتوش هيحصل تأديب شديد. اللي حضر بقى سبي بابل كان أرميا النبي اللي جه بعد أشعياء 100 سنة، واللي خرجوا في السبي سبايا كان دانيال وكان حزقيال وكان الثلاث فتية. إذن كل القصص اللي بنسمعها دي كلها زي ما تقولوا مترتبة ورا بعض تاريخيا، لكن أشعياء قديم عنهم، أشعياء قبل أرميا بفترة، وبالتالي قبل دانيال وحزقيال. أرميا كان عجوز، دانيال وحزقيال كانوا شباب لما طلعوا السبي. لكن في زمن أشعياء كان في أنبياء آخرين زي هوشع، نسمع عن واحد اسمه هوشع، نسمع عن واحد اسمه ميخا، دول قدام زي أشعياء، كانوا بيتنبأوا في نفس الفترة وفي نفس الاتجاه، يعني المعاني متقاربة. يا ناس توبوا، ربنا زعلان من الوثني، انتوا ليه ناسينه؟ ده ربنا بيحبكم، ده ربنا أبوكم، ده ربنا عرسكم. كل المعاني دي قيلت في النبوات، ربنا ده محب ليكم وانتوا شعبه، ليه تكسفوه؟ ليه تبعدوا عنه؟ واحد يقول طب احنا مالنا؟ احنا ليه بندرس الكلام ده؟ اولا مش احنا شعبه، كانوا زمان هم شعبه، دلوقتي احنا شعبه. مش احنا بنقول في اللحن شعبك وكنيستك، احنا دلوقتي شعب. طب ليكون احنا نفس الواضح، ليكون احنا كمان مش مركزين معاه، ليكون، وده غالبا الوضع هتشوفه، احنا محتاجين رسائل توبة، لان احنا توبتنا مش كاملة. لان ربنا يسوع في عظاته كان بيستخدم هذه الايات من أشعياء في خطاب شعبه عشان يقول لسه نفس الكلام ساري عليكم. ده مرة قال لتلاميذه صدق أشعياء اللي قال عليكم ليك عيون بتشوفوا ما بتشوفش. الله، يعني هو نفس جيل المسيح كمان نفس العيب؟ أيوة نفس العيب، وممكن نبقى احنا كمان فينا نفس العيب، يبقى محتاجين نفس الرسالة. يبقى الرسالة ما بطلتش، رسالة التوبة مش هتبطل أبدا، لأن الشعب يميل عادة للزوغان، والكتاب المقدس دايما بيقول ارجعوا. إذن احنا محتاجين نذاكر أشعياء. أشعياء كمان بنذاكره مش بس كرسالة توبة، لأنه أكتر سفر اتكلم عن المسيح، زي ما هنشوفه احنا بقى، يعني ربنا يدينا العمر، بيتكلم بدقة عن المسيح في ميلاده، في تعليمه، في خدمته، في صليبه، في موته، في قيامته، حتى في أدق تفاصيل صليبه، كل حاجة بيحكي فيها أشعياء، حتى سيرة العذراء بيذكرها، كل حاجة. فإذا احنا أشعياء يهمنا، لأن المسيح بتاعنا هو الشخص الأساسي في سفر أشعياء، هو محور سفر أشعياء كله ربنا يسوع.
أشعياء يلقب الله بألقاب سبت، يعني إيه؟ يقول عليه السيد، يقول عليه القدوس، يقول عليه رب الجنود، له كده ألقاب يحب يقولها على ربنا يكثر في استخدامه، من أشهرها وأكثرها السيد، السيد الرب، على المسيح له المجد. أشعياء في سفره مش شكل واحد، لأنه لما نيجي نحلل الكتاب نقول ده إيه، شعر ولا نثر أدب ولا قصة ولا تساؤلات ولا أشعياء، كل ده أشعياء في كل حاجة، تقدر تقول إنه أديب وتقدر تقول إنه قصصي. مثلا في سفر أشعياء هنشوف رؤى شافها أشعياء، في سفر أشعياء هنقرأ تاريخ أحداث بتحصل، في سفر أشعياء هنشوف تشبيهات بلا عدد، أكتر سفر تقريبا في الكتاب في استعارات وكنايات وتشبيهات، لأن هو بطبيعته كمان فنان في الوصف. اللي يقرأ سفر أشعياء يحس بقلب سخن طول الوقت. يعني أشعياء ده خادم، طبعا هو نبي عظيم، لكن أنا أقصد من زاوية خادم، واحد قلبه سخن على الناس، قلبه وجعه على الناس، شايف الناس بعيدة عن ربنا فمش قادر يهدى. طول السفر عمال يقول يا ناس توبوا، يا ناس ارجعوا، هتيجي عليكم أيام صعبة لو ما تعدلتوش، ده ربنا طيب، ده ربنا حلو، ده كلامه مش صعب، ده هو قادر يصلح كل اللي انتوا خربتوه. يفضل طول الوقت يقول كده، وبعدين يرجع يقول ده جاي بنفسه عشان يشيل خطاياكم. يبقى مع رسائل التوبة دايما يحط في آخرها ايه، ده المسيح جاي استعده. لكن طبعا كل الكلام ده للأسف مع اليهود ما اتعظوش. أشعياء كمان نبي، لكن من ناحية الاجتماعية كان متزوج وعنده أولاد، لكن من الناحية الاجتماعية ابن أخت ملك من عيلة الملوك، من عيلة أرستقراط، يعني عيلة غنية، ومع هذا عاش عيشة فقيرة وعاش عيشة روحانية خالص، كل اللي شغله خلاص شعبه، لكن هو من أسرة ملوكية، تعامل مع الملوك كتير، وعشان كده ما كانش بيهمه الملوك، يعني ما يخافش من حد، لأنه لما ندرس الأنبياء هنلاقي في أنبياء من عيلة ملوكي زي أشعياء، وطبعا داود كان ملك، وهنلاقي ملوك أنبياء فقراء وبسطاء جدا زي ميخا رجل فلاح بسيط، عموس دجاني جميز فاعل كده غلبان، دول أنبياء ودول أنبياء، ربنا بيستخدم الكل. لكن أشعياء بالذات ينتمي إلى طبقة يعني راقية في المجتمع، لكن بيقول الكلام البسيط اللي يناسب الكل. أشعياء تنبأ من 80 سنة اللي عاشها تقريبا 60 سنة، يعني بدأ خدمته كشاب في العشرينات، والآخر حياته عمال يقول توبوا لغاية ما نشروه، ما بطلش يقول اللي بيقوله. تقريبا 60 سنة يخدم شعبه، شوية يسمعوا له زي حزقية الملك، وشويات ما يعبروهوش زي ملوك أشرار أخر. أكتر نبي جايله استشهادات في العهد الجديد، يعني نقلين عنه من العهد الجديد، هو أشعياء وداود، دول أكتر اتنين يستشهد بكلامهم في كلمات المسيح في الأناجيل، في سفر الأعمال، في رسائل بولس وغير بولس، أكتر ناس ينقل عنهم أشعياء وداود تقريبا من العهد القديم للعهد الجديد. فأشعياء ده محبوب حتى عند المسيح له كل المجد، ويذكر المسيح بالاسم كما قيل في أشعياء، أو كما قال أشعياء النبي، المسيح نفسه اللي يقول كده. وطبعا الرسل استخدموا آيات من أشعياء كتير قوي، بالذات بولس الرسول. سفر أشعياء سفر كبير قوي، إنما هنقسمه نصين عشان ما نتلخبطش. النص الأولاني من 1 لـ39، وبعدين من 40 لـ66. من 1 لـ39 التركيز قوي على التوبة، رسائل كلها توبة، زي ما هنشوف أول إصحاح النهاردة، كل إصحاح هنلاقي الحق وتوب. ومن 1 لـ39 هنلاحظ أن الرسالة مش لليهود بس، هتيجي بعض الإصحاحات خطاب لبلاد أخر، وده يورينا أن ربنا
ما كانش مشغول باليهود بس، ربنا هو هو. يعني أشعياء 19 كلكم حافظين، ده إصحاح خاص بمصر، وحي من جهة مصر. طب وانت مالك بمصر؟ لا، ما هو تنبأ أن ربنا يسوع جاي لنا مصر فلازم يقول. وإزاي ربنا بيدعو المصريين للإيمان به؟ ده 800 سنة قبل المسيح، خلي بالكم. ويتكلم من جهة مؤاب ودمشق وكوش وكل البلاد دي يتعرض ليها أشعياء في النبوة، بس من زاوية إيه؟ لو ما أمنتوش بربنا هتبادوا، هيجي عليكم هلاك. اللي هي رسائل توب، نفس النوع الرسائل بتاعة يهوذا، هي نفسها الرسائل اللي جاية على أمم أخرى. كمان في سفر أشعياء هتلاقوا إعلانات صريحة أن المسيح الآتي ليس خاص باليهود فقط. وعشان كده دي كانت بتغيظ اليهود لما يكلمهم أن ربنا بيحب البشر، يتغاظوا، لأن اليهودي بطبعه يعتبر ربنا بتاعه بس. فلما أشعياء يقول له ده ربنا بيحب الناس، يقول له ناس إيه؟ أنا بس. يحب الأمم، عاوز الأمم تعرفه، يقول أمم إيه؟ ده الأمم دول كلاب، ده في لغة اليهود كده، دي مش شتيمة، دي لغتهم كده. فإزاي وإزاي يقول عليهم؟ فكان أشعياء بيغظهم بالحقيقة اللي بيعلنها، أنتوا يهود مش فاهمين ربنا بيحب الناس كلها. نورا تجلى للأمم، للأمم مش بس لليهود. فالجزء الأولاني من 1 لـ39 التركيز على رسائل توبة بأشكال مختلفة. آخر كام أصحاح في الجزء ده جزء تاريخي، يعني من 36 لـ39 هنسمع عن الحكاية الحلوة بتاعت إيه لما حزقية الملك كان عايش وحوصرت يهوذا، حوصرت أورشليم، وابتدوا يصرخوا لربنا، وأشعياء يطمن حزقية يقول له ما تخافش ربنا هيتدخل. وبعدين حصلت المعجزة بتاعت 185,000 دي. القصة دي مذكورة زي ما هي مذكورة في الأسفار التاريخية، مذكورة في أشعياء في الجزء ده. من بعد 39 يبقى بعد خلاص سبي أشور، راحت مملكة يهوذا وتهدت، ودخلوا الأشوريين وربنا انتقم من أشور لأنهم أبادوا شعوب كتيرة. من أول إصحاح 40 تلاقوا النغمات فريحي، النغمة كلها قلبت إيه؟ المسيح جاي والأيام الحلوة جاية والسماء هتتفتح وربنا رحمته الواسعة، والأمم هيكتشفوا أن عبادتهم باطلة والبشر هيرجعوا لربنا. فتلاقوا من 40 لـ66 النصوص كلها تميل إلى الرجاء. فيبقى نقدر نقول الجزء الأولاني رسائل توبة، الجزء الثاني رسائل رجاء، كأننا قسمنا السفر كله جزئين كبار، من 1 لـ39 ومن 40 لـ66. لكن طبعا التقسيمة دي بس لمجرد الشرح والتفسير، لكن كل إصحاح لا يخلو من رجاء برضه، وكل إصحاح حتى في الإصحاحات الأخيرة لا يخلو من توبة، لأن التوبة والرجاء دول ما بيسيبوش بعض. أي رسالة فيها توبة مصحوبة برجاء، وأي رسالة رجاء وتشجيع فيها وصية توبة لازم. تعالوا نبدأ السفر، الإصحاح الأول من أشعياء. رؤيا أشعياء ابن أموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا. بداية، أي كتاب في العهد القديم من النبوات بالذات يبدأ بتعريف كاتبه، فيذكر اسم الكاتب ويذكر زمن الكتابة منسوبا إلى الملوك، لأن ما كانش جه المسيح فما كانوش يقولوا قبل الميلاد، ما قبل الميلاد دي ما كانتش بتستخدم إلا بعد ميلاد المسيح بفترة طويلة قوي، لما أصبح ميلاد المسيح ده أهم حدث في التاريخ، فبقينا نقول قبل الميلاد وبعد الميلاد. لكن في الوقت ده لأنه كل مملكة بترتب ملوكها بتواريخه، فتقول الملك ده عاش مثلا 50 سنة، جه ورا منه ملك تاني، فعشان تعرف زمن أي حدث يقول لك في السنة العاشرة من ملك الفلان، فتقدر تعرف ترتيبها في الأحداث إيه. فالتأريخ كان ينسب للملوك، ده نفس التأريخ اللي موجود حتى في إنجيل لوقا لما يجي يذكر ميلاد المسيح ويسجله تاريخا،
فيقول في السنة الفلانية لتباريوس قيصر لما كان فلان والي على سوريا وفلان والي، يبقى هو دي طريقة التأريخ عموما. فعشان يحط إجمالا الفترة اللي تنبأ فيها أشعية، ذكر أيام عزية دول ملوك، ورا منه يسام، ورا منه أحاز، ورا منه حزقية، ولم يذكر منسى لأن ده اللي قتله في الآخر. فطبعا لما كان بيكتب ما كانش منسى لسه مات، لكن منسى هو اللي موت أشعية. فنقدر نقول في ملك خامس غير مذكور هنا، أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية، وفي منسى بعد كده. كمان كلمة رؤية، النبوات قد يقال عليها رؤى. ليه؟ لأن كلمة رؤية مش معناها بالضرورة حلم ولا غيبة. كلمة غيبة اللي بتيجي في سفر الأعمال مثلا على الملاية اللي نزلت على بطرس، لأن في أنواع من الرؤى. يعني ممكن نبي يتنبأ وهو مفتوح العينين، يعني هو صاحي كده ربنا يكشف له سر. ممكن يكون نايم ويجي له حلم. ممكن يكون في وضع صلاة وربنا ياخده بطريقة معينة في ذهنه يكشف له أسرار. ممكن زي السواح، زي مثلا حزقيال يقول روح ربنا خدني وداني لغاية أورشليم وهو كان في بابل. فالرؤى والنبوات ما نعرفش كل واحد منهم كان بيكتشفها ازاي، بتعلن ليه ازاي. لخصها القديس بولس في أول إصحاح من العبرانيين وقال بأنواع وطرق شتى كلم الله أبائنا بالأنبياء. يعني ما فيش طريقة واحدة كان ربنا يتكلم بيها مع النبي. مثلا ممكن ملاك يقول له واحد منهم حاجة، ممكن مش الملاك، ممكن المسيح نفسه يظهر، ممكن تبقى رسالة من غير ظهور. كل دي أنواع موجودة، لكن كل ده يقال عليه جملة كلمة رؤية. زي مثلا سفر الرؤية في آخر العهد الجديد، هي الحقيقة سفر الرؤية مش رؤية واحدة، ده كل إصحاحين ثلاثة يوحنا يقول إيه ورأيته. يعني موضوع إيه، كل شوية رؤية جديدة، كل شوية منظر جديد. وبعد الرؤية دي كان بيشوف أحداث على الأرض، ربنا بيفرجوا على حاجات في الأرض هتحصل. وبعض الرؤى كان بيتفرج على حاجات في السماء. طب ايش جاب ده؟ كل ده تسمى الرؤية، لكن هي عبارة عن اعلانات مختلفة متعددة اتجمعت كلها في سفر واحد حسب إرادة الله عشان تبقى كتاب لينا كلنا. رؤية اشعياء ابن اموس التي رآها على يهوذا وأورشليم. يهوذا هي المملكة وأورشليم ايه العاصمة. إذن هي نفس الحاجة، لو قال يهوذا واسرائيل يبقى بيتنبأ على المملكتين، لكن هو كان بيتنبأ من لي على اساسا على مملكه يهوذا. في ايام عزيه ويسام واحاز وحزقيه ملوك يهوذا. اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض. ده بدايه الكلام كده ايه زي اللي ربنا فاض بيه، فبيشهد علينا السماء والارض. فبيقول اسمعي يا سماء واسمعي يا أرض وركزي يا أرض. ايه بقى الحكاية؟ ده موضوع كبير قوي شكله. من أولها كده السماء هتشهد والأرض هتشهد على الناس. لأن الرب يتكلم، يعني ربنا هيتكلم وخليك شهدة يا أرض وخليك شهدة يا سماء، عشان أصل الناس ما بتفهمش أو الناس ما بتقبلش. عشان كده في مرة المسيح قال لهم لو سكت هؤلاء إيه الحجارة تنطق. وداود بالروح يقول السماوات إيه تحدث، لأنها سمعت كتير. السماوات بتحدث ليه؟ تحت السماء، السماء دي ياما شافت، ياما شافت رحمة ربنا على الناس وصبر ربنا على الناس وعمل ربنا في حياة الناس وغل الناس وغلب الناس وقسوة قلب الناس وعند الناس وانصراف الناس عن الحق. السماء شايفة ده كله. ففي مزمور مثلا 50 يقول ربنا بيشهد السماء والأرض ويدعوهم لمحاكمة شعبه. تعالوا حكموا على شعبي. ليه؟ كأن السماء دي عيون عمالة تبص علينا. ده شغلة صعبة أوي الشغلانة دي. ده احنا يعني كان علينا شهود كتير أوي. فربنا بيقول ده انا عندي شهود على اللي انتوا عملتوه،
الكواكب والنجوم والملائكة واللي اتفرجوا عليكم دول كلهم بيقولوا عليكم ايه. والأرض نفسها، الأرض الطبيعة دي، الشجر والنباتات والمزروعات والحيوانات، دول لو فتحوا بقهم هيشكون ربنا، لأن محدش فيهم تعب ربنا قدنا. لو بصيتوا كده مين بيتعب ربنا في الكون ده كله؟ البني آدم. هي تقدر الشمس تقول لربنا يمين ولا شمال؟ ولا تقدر السحلية اللي ماشية على الأرض تعترض على حاجة؟ كل الخلائق الأخرى تمشي زي الساعة، إنما ما فيش غير واحد بس العنيد المتعب اللي تعب ربنا، هو البني آدم. فربنا يقول تعالي اسمع يا سما، اسمع يا أرض، شوفوا شعبي عملوا فيا إيه، شوفوا الناس اللي حبيتهم وميزتهم عنكم كلكم عاملين فيا إيه. واحد من القديسين يقول لما نبص للكائنات الأخرى ينبغي أن نخجل من أنفسنا لأنها لم تخطئ في حق الله مثلنا. ما تبص حتى للدبانة اللي مضايقك، الدبانة دي ما غلطتش في ربنا، الشجرة دي ما عملت اللي عليها، كانت شجرة وخلاص. إنما أنت كإنسان اتخلقت عشان تبقى صورة الله، ما عملتش اللي عليك، ما مشيتش صح. فده أول درس في التواضع، أن ربنا بيشهد علينا السماء والأرض. كمان هذا الخطاب المجازي أو الأدبي ده يمشي مع روح الكتاب كله. داود ياما اتكلم مع سماء وأرض ونجوم وكواكب وشمس وقمر. في التسبيح نقول سبحيه أيتها السماوات، سبحيه أيتها الأرض كلها. فهنا كأنه الكتاب بيخلي الحاجات دي حية، بيخليها ناطقة، لأن ربنا خلى كون حي أو كون متكلم. يجوز مش بالشكل الحرفي، يعني السماء مش بتتكلم زي البني آدمين يعني، لكن مقصود بيها هي بتعلن حاجة، بتعلن قد إيه ربنا جميل، قد إيه ربنا طيب وخير، قد إيه ربنا دقيق في عمله، حكيم جدا. كل ده السماء بتقوله من غير كلام. اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. أول كلمة بيقولها ربنا إيه؟ ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. على طول من أول إعلان لأشعية يبان أن أشعية نقلنا لروح العهد الجديد. عارفين ليه؟ أكتر حاجة تميز فكر العهد الجديد إيه؟ فكرة أولاد الله. أكتر حاجة واضحة في كلام المسيح أن احنا علاقتنا بربنا علاقة عيال بابوهم. ما تقروا الموعظة على الجبل، ما يميزها أن جاية فيها كلمة أبوكم 10 مرات. أبوكم عارف أنتم محتاجين إيه، لما تصلوا قولوا أبانا الذي، ما تطلبوش الدنيا دي زي الأمم اللي ملهمش أب، أنتم عندكم أب بيجري وراكم وعارف حالكم. كلام عن الأب والأب والأب. العهد القديم صحيح ربنا هو هو، بس ما كانش اليهود شايفينها كده، كانوا يتعاملوا عادة أن ده الإله. لكن في ملاخي يقول ايه عشان يجمع الفكرة، يقول لهم لو انا اب فين كرامتي؟ طب لو انا سيد فين هيبتي؟ انا لم حصل اب ولا محصل سيد. لكن هو ربنا بيحب يقدم نفسه كأب. فأشعياء اول اعلان لربنا يقول انا اب موجوع، انا اب حزين، انا اب عيالي ظلمني، ربيت بنين وكبرتهم وفي الآخر إيه؟ عصوا علي، سابوني، خانوني، نسيوني. طبعا لو حد فيكم عدى على الإحساس ده لا شك إنه إحساس صعب، إنك تبقى تعبت مع أولادك قوي ورد فعلهم في الآخر إيه؟ يا ريتوا عدم تقدير بس، ده في عصيان، ده في اتهام بالقسوة، ده في نسيان لكل اللي انت عملته. طب لو إحنا أباء أولادنا عملوا فينا كده يصعب علينا قوي، بس احنا اباء مش كاملين، ما حدش فينا ما قصرش مع اولاده روحيين او جسدين، يعني بيني وبينكم نستاهل برضو ايه يزعلوا معانا شوية، لان احنا ما عملناش كل حاجة. انما ربنا لا، ربنا عمل كل حاجة، مش ممكن هيكون قصر في حاجة. فرب البنين احسن تربية وكبرهم احسن نشأة. طب والنتيجة ايه؟ أما هم فعصوا عليه.
يبقى كده أول سطر بيعلن لنا سفر أشعياء كله، بيوضح لنا احنا داخلين على ايه. هو سفر كله عتاب من هذا النوع، ليه بتعملوا فيا كده؟ ده انا بحبكم، ده انا تعبت معاكم، ده انا خلقتكم على صورتي، ده انا اديتكم المطر واديتكم الزرع واديتكم العيال واديتكم العمر، ده انا مش عاوز غير راحتكم، ده انا مش عاوز غير خلاصكم، ليه بتعندوا؟ ليه بتصروا على كبريائكم؟ ليه ماشيين ورا دماغكم مش راضيين تمشوا ورايا؟ كله عباره عن كده، كل سفر اشعياء من هذا المنوال. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. هي التربية بتيجي إزاي؟ التربية بتيجي عادة بالعشرة. ربنا معاشر شعب، أشعياء ده جاي بعد رحلة طويلة، يعني من أول إبراهيم لأشعياء النبي حوالي 1000 سنة مثلا، لو اعتبرنا أن بداية شعب الله كانت في إبراهيم أبونا إبراهيم، من أول إبراهيم لأشعياء قول 1000 سنة. في 1000 سنة في ذكريات بلا عدد. ربنا عمل ايه مع جدهم ابراهيم ومع اسحاق ومع يعقوب؟ عمل ايه مع يوسف حبيبهم في مصر؟ عمل ايه مع موسى؟ عمل ايه معهم في سينا؟ والمعجزات والمية اللي طالعه من الصخره والمن اللي نازل من السماء، وعمل ايه عشان يطرد الوثنيين ويسكنهم في ارض كنعان؟ وعمل ايه في سفر القضاء لما كانوا المديانيين والفلسطينيين يدخلوا عليهم يقوم ربنا يزحهم عشان دول برضو شعبه يرجعوا يصرخوا له؟ فعمل معهم كتير قوي. فلما يقول كلمة ربيت بنين بيكلم في 1000 سنة من التربية، من الرعاية، من الاهتمام، ويبقى المقابل ان هم ينسوه، طبعا دي حاجة صعبة قوي. يعني انت ربيت عيالك كام؟ 50 سنة يعني، ولا حتى يقعدوا 20 سنة وتلاقي العيال راحت هجت يعني. لكن ده ربنا بيتكلم في مئات من السنين من التربية ومن الأبوة، وفي الآخر عصيان. تعالوا ناخد الكلام على نفسنا. لو ربنا قال لك انت الكلمة دي على المستوى الشخصي، قال له يا ابني انا ربيتك وتعبت فيك وانت في الآخر بتعصي علي، هتفهمها ازاي؟ هتقول له ربيتني امتى؟ يا ابني ده انا مديك والدين كويسين ومديك ظروف كويسة، على الأقل خليتك تتولد في النعمة دي، ما عملتش مجهود عشان تعرفني، فتحت لك كنيستي وبيتي، حطيت روحي فيك، اديتك كلامي عشان تعرف يمينك من شمالك، سهلت لك كل الظروف اللي تزقك على السماء. كل مرة كنت تعمل عملة وتيجي تقول لي آسف، أقول لك ما حصلش حاجة. في أب أطيب من كده؟ في أب كل مرة تعمل عملة سودة ترجع تقول له ما تزعلش، يقول لك خلاص مش زعلان؟ ده ايه ده؟ ده لو اب اتغلط فيه 3-4 مرات يقلب بقى ويقفل خلاص ويبتدي يعد عليك الغلط، او على الاقل يعاملك بحذر بقى، يقول ده انت ما تستاهلش. انما ربنا ما بيعملش كده، ربنا ما بيعملش كده، ربنا ما فيش اطيب منه. كل مره ترجع له تقول له انا اسف، يقول لك ولا كان في حاجه حصلت. طب والافتراء اللي انا عملته ده كله راح وكانه ما كانش. مثل الابن الضال يثبت كده، يرجع الولد بعد كل اللي عمله ياخده في حضنه يعمل له حفله. طب واللي عمله والفلوس اللي راحت ووجع القلب اللي قعدنا فيه سنين ده كله يهون، بدل رجع خلاص. ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. فعلا ما فيش في حياتنا اطيب من ربنا. لو الواحد راجع شريط حياته هيلاقي ده هو الواحد ما يستحملش نفسه من اللي بيعمله، لكن ربنا مستحمل. وربنا يتنسي يعني ايه؟ تصور انت اب عيالك عاملين حفلة كبيرة نسيوا ينادوك، مش يصعب عليك؟ حفلة كبيرة او موضوع كبير يخصهم ما خدوش رأيك، يصعب عليك؟ كم مرة ناخد قرار وما نرجعش لربنا؟ كم مرة ننبسط بحاجة وما نشكرش ربنا؟ ما هي نفس الموقف ولا في البال. احنا ننبسط، احنا نقرر، احنا نشوف حالنا، احنا نمشي يمين نمشي شمال، وكأن الحياة حياتنا وكأن ملناش أب. ويفضل هو عيني ساكت ويستنى ايه؟ الفتات الساقط من مائدتنا. فين لما الواحد يقول له طب متشكرين ويفرح بيها وكأنك عملت حاجة كبيرة؟
وبعدين نقعد عليها أيام ويمكن شهور ولا نفكر فيه. ربيت بنين ونشأتهم. طيب تنسى ربنا وما تحطوش في دماغك كفاية وما ترجعلوش في قراراتك، طيب مش اللي يقوله لك، تاخد بالك منه. انت عارف ان ابوك مش عاوز حاجة لنفسه، ابوك عاوز كل حاجة ليك. تفتكروا ربنا عاوز مننا احنا حاجة هياخد مننا ايه؟ ده عاوز لنا كل حاجة. يعني ان كان بيوصي اي وصية هي غرضها احنا مش غرضها هو، احنا اللي كسبانين مش هو. تبقى المقابل ايه؟ عصوا عليه. يا ابني انا لما وصيتك تحب الناس ده عشانك مش عشاني. انا لما وصيتك ما تمسكش في الدنيا ده ليك مش ليا. انا لما وصيتك تقرب مني ده عشان قلبك يبقى فيه سلام. انا مش محتاج، انا عندي ملائكة، انا موجود من قبل ما تبقى انت موجود اساسا، فانت ما زودتش علي، انت اللي محتاجني. لكن الانسان يعصي ربنا وكأن ربنا كان بيطلب حاجة لنفسه. إلهنا يا أحبائي في المسيحية إله يعطي ولا يأخذ، إله يبذل ويضحي ولا يطلب، إله مثالي، أب أجمل من أي أب نسمع عنه مهما كان جبروت وعظمة أي أب على الأرض. والتربية اللي يربي بها أولاده تربية إيه؟ طفيت حب ودلع ورحمة. تبقى أنت نايم في سريرك وهو مش نايم، بعت ملائكة يحرسوك. تبقى أنت بتكبر وأنت طفل صغير، ياما ملائكة سطروا عليك كان ممكن تروح في 100 مشكلة. وكل ده محدش حتى قال له متشكرين، هو مش مستنيها. لكن هو أب، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا عليه. بصوا بقى الوجع التاني، الطور يعرف قانيه. يا حزنك يا ربي. والحمار معلف صاحبه. تشبيه غريب جدا يبدأ بسفر سفر أشعياء. لأن فعلا الطور اللي ما بيفهمش بيعرف صاحبه لأنه بيأكله. يعني لما يشتريه أول فترة ما يبقاش عارفه، بعد شوية هو ده اللي عنده الأكل. فالطور بيتعرف على قانيه، ما يروحش لأي حد غريب. يعني لو سبت طور يروح بيتهم عادي، والحمار تسيبه كده يجري على المعلف. معلف مش أي معلف، معلف صاحبه. يعني الحيوانات اللي ما فيهاش مخ عندها حاجات غريزية طبيعية تخليها تجري على صاحبه من أجل المنفعة. يعني هما ما هماش يعني حيوانات هيتفضلوا يعني، إنما عشان يأكلوا. أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم. طبعا خلي بالكم ده في كتاب اليهود، كلام ده في كتاب اليهود. لما يجي حد يقول لنا العهد القديم محرف نقول له مين اللي حرفه؟ يقول اليهود. أقول له طب تعالى أوريك الآية دي، أنا لو يهودي وعاوز أحرف أول آية هشيلها هي دي. دي آية بتشتمني، بتطلعني أقل من الحمار والطور، أحسبها ليه؟ طيب لو أنا هلعب في الإنجيل إيه اللي يخلي آية زي كده تفضل لو في محاولة تحريف من اليهود؟ لأنها بتطلع الشعب، شعبي لا يفهم. طبعا ممكن إحنا شعبه دلوقتي ممكن نكون ينطبق علينا الكلام، الشعب لا يفهم. لا يفهم يعني إيه؟ أنت فاهم ربنا بيعمل معاك إيه ولا لسه مش فاهم؟ أنت فاهم إن كل الأشياء تعمل معا للخير؟ أنت فاهم يعني إيه ربنا بيحضر لك السماء؟ أنت فاهم إنه حتى لما بيشد عليك عشانك مش عشانه؟ أنت فاهم يعني إيه الغفران ده كلفه كتير قوي؟ أنت فاهم ليه بيحط في حياتك الناس دي عشان يعلموك شوية صبر وتدخل بيه السماء؟ ولا أنت مخك ما بيفهمش خالص؟ الطور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لاف. القصة دي الآية دي لها قصة في التاريخ. يحكى في القرن العاشر أنه كان أحد ولاة مصر، كان شخص مستنير يحضر في القعدة بتاعته، شخص يهودي والبطرك المسيحي وكده. وبعدين يحصل إيه؟ أنه الشخص اليهودي الوزير اليهودي يتريق على المسيحيين في حضور البطرك، فيقول إيه؟ يقول ما تشوفوا الكلب ده هياكل لحمة ولا النهاردة الجمعة؟
عشان تعرفوا ان صيام الجمعة ده من زمان، من 1000 سنة. فقام صعب على البطرك وسكت احتراما للخليفة الموجود، انما كان جنب منه أسقف لسانه شديد، أسقف اسمه القديس ساويروس، له كتب لغاية دلوقتي موجودة بالعربي. فقام القديس ساويروس اتعدل للوزير كده وقال له انا مش ما ينفعش ارد على واحد كتابه بيقول له انه اقل من الطور واقل من الحمار. فالخليفة ضحك وقال له صحيح؟ قال له ايوه، فأشعية 1:3 بيقول الطور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لهف. طبعا الوزير اليهودي معرفش ينطق، إنما اتغاظ جدا وفضل بقى يذاكر في الأناجيل عاوز يمسك مشكلة. فلقى الآية المشهورة بتاعت إيه؟ لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولوا للجبل انتقل، وكانت هذه بداية معجزة نقل جبل المقطم. لإلهنا كل مجد وكرام لله. ناخد آية واحدة. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. قولوا معايا، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. كمان مرة، ربيت بنين ونشأتهم